خلونا نروح نشوف شلون تفاعل الشارع والمواطن العراقي مع استطلاع حلقتنا لهذا اليوم. مشاهدينا استطلاعنا يقول: هل تؤيد تدخل رجل الدين بالسياسه؟ استاذ رائد، 56% من المشاركين بهذا الاستطلاع، ولو هذا الرقم ما يحبوا العراقيين هواي لان شافوا منا الويلات، 56% من المشاركين بهذا الاستطلاع هم لا يؤيدون تدخل رجل الدين بالسياسه. شوف، هذه النسبة المئوية تؤيد وجود الجمهور المدني بقوة. اي جمهور زاغروس؟ جمهور مدني صحيح؟ اسمعني، لا، اغلب الشعب العراقي جمهور مدني، ولكن شنو مشكلته؟ مشكلته عنده حب الانا ويتناطح بيناته، يتناطح، نطيهم يتناطحون بيناتهم. وهذا 56 ترى بدلاله للكثير ممن يدعون بالمدنيه وهم نفس هاي النسبه. طيب خلينا نروح للشيخ كاظم والفرطوس. الشيخ كاظم، 44% من المشاركين بهذا الاستطلاع هم يؤيدون تدخل رجل الدين بالسياسه. علق لي لكن بايجاز شيخ كاظم اذا سمحت. يعني بعيد عن يعني الاستطلاع والفئة اللي استهدفها، لكن هو بشكل عام هذه القضية من القضايا اللي صار بها خلط كثير وهجمات وتوجيه. أعتقد أن المشكلة في المصطلحات، ما أعرف شنو معنى مدني والسياسة ورجل الدين أيضا هي جزء من عمله، بالتالي ما تعرف شنو المدني شيخ كاظم؟ أعتقد الموضوع يراد له أكثر من حلقة ويراد له هدوء. لا، أنا عندي، أنا رجل قانون، أعرف المصطلحات واضحة، ولكن أنا أقول ما يطرح ويطلق للناس هذه ماكو مقارنة ولا ضدية أو مقابلة بين المدني والإسلامي. مثل الصراع العلماني الإسلامي هذا المفترض اللي هو ما موجود أصلا، وبالتالي هذه المصطلحات يراد لها جلسات هادئة. طيب شيخ كاظم، نقاش ينفع الناس. عذرا، خلينا نروح للشيخ عداي الغراري. الشيخ عداي، 56% من المشاركين بهذا الاستطلاع هم لا يؤيدون تدخل رجال الدين في السياسه. علق لي شيخ عداي لكن بايجاز اذا سمحت. والله يا هاي 56 وحدها تخوف فيها. 56 احنا عندنا بها غير مفهوم. اي والله، هسه لو زايد رقم ناقص رقم، هسه هاي 56 شلون؟ هاي ماده قانونيه ترى، شلون تجاوب بعد؟ مادة قانونية 56. اي بس لا هذيك 456. اي احنا بالتصريح العراقيين بالتصريح نسميه 56. هي ما شالوا ال 400 ضل 56. اي هو الناس حقيقة، الناس محقة، لأنه رجل الدين الآن ما يريدون أن يدخل في العمل السياسي، لأنه الآن رجل الدين حقيقة ما يلامس جراحهم. رجل الدين بعيد عنهم، يحسون أنه رجل الدين مغيب. يحسون الان جمهورنا، ولدنا هسه، اولادنا يعني، يحسون احنا عايشين، احنا ترى بغير زمن عايشين، ترى احنا عبالك يقول لك بزمن دول البعير، بزمن البير، وزمن البعروره اذا سقطت في البئر، والهره اذا لعقت من شربت سؤر الهره. ترى يعيشون، يعني يصور لنا الشعب احنا بدنا نعيش بهاي العقليه. احنا لانه احنا ايضا جزء من عند المعممين رجال الدين، مشاركين في تجهيل المجتمع. كيف؟ احنا اخي بدنا نعيش المرات المجتمع بخرافات، احنا بدنا نجيب اساطير خرافيه، ولذلك احنا بدنا نضيع عليه الوقت. هاي الساعه لا تكملها، اخاف عليك. يعني اني اشكرك. هاي الامور شيخ، انت لا تجيب، انت لا تجيب، انت التزم لا تجيب خرافات، وغيرك يخليه يواجه. شيخ عداي، هاي الامور انا ما جاي اجيب انا خرافه، والله انا بدي اجيبها من الواقع. شيخ عداي والله اجيبها كوب بس بدون فلتر. شيخ عداي والله بدون فلتر. شيخ عداي شكرا، اخاف عليك، انا اشكرك. الشيخ عداي الغراري، امام وخطيب جامع المختار. شيخ عداي شكرا لجنابك. ايضا مشاهدينا نشكر الشيخ كاظم الفرطوس المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء. شكرا شيخ كاظم. وايضا مشاهدينا شكر موصول الى الاستاذ رائد الشرق، الباحث والناشط السياسي. شكرا استاذ رائد.